بجد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي. انا سريعا بقى معايا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن شناوي. مبروك يا شناوي، هي دي النادي الاهلي ودي شخصيه النادي الاهلي، تمسكته يمكن لاخر دقيقه بنجيب جون واخر ثانيه، هي دي شخصيه النادي الاهلي. الرغبه موجوده لكن توفيق ربنا اللي بنستناه، وانتوا لعيبه تستاهل ولعيبه رجاله ومسكتوا بعض الفتره اللي فاتت. كلمنا على الظروف ايه الفتره اللي فاتت وازاي قدرتوا ترجعوا كده شناوي. لا طبعا انا النهارده بقول للعيبه مبروك، وبقول للجهاز الفني وبادارته كل اللعيبه، انتوا رجاله زي ما انتوا رجاله طول عمركم، احنا ما فيش اي حاجه بتوقفنا. احنا الحمد لله الماتش ده بان ان اللعيبه عندها روح قد ايه. احنا لاعبين من الدقيقه 66 ب 10 لعيبه، انت شايف اللعيبه عندها روح ازاي وعندهم اصرار للمكسب. والحمد لله النهارده انا بشكرهم جامد جدا، بشكرهم كلهم ان هم كانوا على قد المسؤوليه، وعلى طول عمر النادي الاهلي كده في وقت الاوقات الصعبه بتلاقيهم رجاله، وعلى طول رجاله، وان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن واللعيبه على طول موجوده، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي روح احسن من كده بكتير كمان، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. عايز احيي مروان، وانا عارف ان انت ككابتن فريق له دور معاه الفتره اللي فاتت لان كان عليه حمله كبيره جدا، لكن مروان من ولاد النادي ويمكن متماسك بشكل كبير وبان النهارده. حابب تقول لمروان على اهدائه النهارده وعلى هدف النهارده شنو؟ ما فيش، انا اقول لمروان علي، مروان من اللعيبه المهمه عندنا، ومروان الكلام اللي بيتقال ده طبعا احنا نركز فيه خالص، احنا بنركز، احنا واثقين في اللعيبه كلها، ورمضان طبعا احسن فرد في مصر، يعني راجل لعيب ده والراجل منتخب مصر يا جماعه، بتتكلموا في ايه يعني؟ راجل بيأدي دوره وبيعمل اللي عليه وبيأدي دوره المدير الفني بيقول له عليه. احنا بنركز في الحاجات اللي بره خالص، احنا بنركز في شغلنا بس. انت شايف ايه؟ الراجل موجود، الراجل نزل النهارده، الراجل جاب جون هو اللي كسبنا. الكلام ده يا جماعه احنا ما بيشغلش بالنا بيه خالص، احنا بنركز في شغلنا بس، ومالناش دعوه باي حد. اللي فاكر مثلا اي حد بيتكلم او حد يقول الكلام ده كله، احنا يا جماعه كلام ما بيبقاش في دماغنا خالص، احنا بنركز في شغلنا بس. اهم حاجه ادائنا، اهم حاجه نكون مع بعض رجاله مع بعض. وانت شايف الروح من الدقيقه 66 لغايه الدقيقه حوالي 97، لا مش راحه، اهم حاجه نكسب، اهم حاجه 3 بونت، اهم حاجه نكون احنا كلنا على يعني قلب راجل واحد بس. ده المشكله دي، دي دي يعني دي المهم. مروان من اهم لعيبه في النادي، وكل اللعيبه كلنا زي بعض وكلنا اخوات، وكله مركز في الفتره الجايه. احنا عندنا دلوقتي 12 مباراه نركز فيهم، وعندنا افريقيا نركز فيها، ولا هنركز في الكلام اللي بيتقال بره. احنا يا جماعه نركز في شغلنا بس. هم دول الرجاله اللي كانوا في سان داونز، هم دول الرجاله اللي كانوا في الهلال السوداني، ولا كانوا الرجاله اللي كانوا في النجم الساحلي، هم الرجاله دول اللي كانوا في كل الماتشات اللي فاتت، وهم اللي موجودين، وهم اللي بيكسبونا، وهم مفيش حاجه اتغيرت. بس احنا نركز في شغلنا ونركز في طريقنا، ومالناش دعوه باي حد، واللي عايز يتكلم يتكلم. جمهور النادي الاهلي ادى رساله كبيره جدا، سند ودعم ورساله كبيره جدا لكل اللعيبه. جمهور النادي الاهلي ورا لعيبه النادي الاهلي اكيد طبعا، هو الجمهور الوحيد بس اللي حقه يزعل، مفيش حد تاني حقه يزعل، هو الجمهور بس اللي حقه يزعل. واحنا متقبلين، كل اللعيبه متقبله ده ومفاهمين الكلام ده كويس، ان هم الحاجه الوحيده اللي بيزعلوا مننا هو الجمهور، هو الجمهور اللي هو اللي بيتكلم بس. غير كده احنا مش شاغلين نفسنا باي حد. ليه؟ احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور، وعشان خاطر النادي، وعشان خاطر ادارتنا، حاجه ده اكل عيشنا. احنا بنركز في شغلنا بس يا جماعه، احنا بنكسب عشان نفرح جمهورنا مش عشان حد تاني، احنا بنكسب عشان احنا نكون مبسوطين، احنا بنكسب بطولات عشان يبقى في بطولات في النادي، احنا واخدين على البطولات، احنا بنكسب عشان الجمهور ده ما بيروحش زعلان. احنا معودينهم على طول اللي هم على طول مكسب مكسب مكسب. المشكله يا جماعه مباراه مفيش توفيق، اللي حصل مفيش اي حاجه حصلت خالص. الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا فيها، والفتره اللي جايه جالك طبعا يجي ربنا يكرمه، والفتره الجايه ربنا يكرمه اكتر. وانا فاهم الكلام، الجمهور حقه يزعل عليه، يزعل مننا بس احنا على طول هو في ظهرنا، وعلى طول اول دعم لينا، عشان كده احنا فاهمين هو بيزعل النهارده بكره بيبقى ورانا، واحنا بنقول للجمهور دايما على طول الفتره الجايه هنبقى على طول، ما انتوا على طول في ظهرنا واحنا على طول معاكم، هنقدر نفرحكم ان شاء الله. واللعيبه ديت هي نفس اللعيبه اللي كانت في كل الماتشات اللي فاتت بس. حبيبي الله يبارك فيك.